امبارح وزارة الداخلية أطلقت مبادرة كلنا واحد مع ظهور المستقبل 2 لتوزيع شنط مدرسية بالمجان. وزارة الصحة كمان تابعت مستجدات العمل بمنظومة ميكنة المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة. كمان بسنت وزارة التنمية المحلية أعادت العمل بقانون 2008 في اشتراطات البناء والتخطيط. تفاصيل أكتر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق العرض التالي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أنه في إطار مبادرة كلنا واحد اللي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية واللي بتؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف للمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة العام الدراسي الجديد 2024-2025 قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية بإطلاق مبادرة كلنا واحد مع ظهور المستقبل 2 اللي استهدفت توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية، الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة وذوي الهمم ودور رعاية الأيتام، وده بعدد من المحافظات تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات. امبارح عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماع لمتابعة مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من منظومة ميكنة المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن الطبية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن نائب رئيس مجلس الوزراء اطلع على ما تحقق في المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المنشآت الطبية اللي شملت المستشفيات وبنوك الدم ووحدات غسيل الكلى والقسطرة ومراكز الليزر، كما اطلع على الإجراءات النهائية للمرحلة الثانية استعداداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة واللي بتضم العيادات الخاصة والتخصصية والمراكز الطبية ودور النقاهة ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل. امبارح وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، هيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، ويساهم أيضاً في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.